فقر، بطالة، أمية، عشوائيات وأمراض متوطنة. ملفات محورية تنتظر رئيس مصر القادم، ويسعى المجتمع المدني بجميع اتجاهاته في وضع رؤية لمساندة الرئيس القادم للحد من معوقات التنمية. هذا ما دعا لتدشين المؤتمر الوطني الأول للشباب. النهاردة شباب مصر قرر أنه يجتمع من خلال هذه الفعالية الشبابية المهمة اللي هي المؤتمر الوطني الأول، اللي هو مؤتمر مدني قبل ما يكون له أي ارتباط بأي كيان حكومي، بيقدم رؤيته للمرحلة القادمة، بيقدم رؤيته هو عايز إيه من الرئيس القادم، المشروعات التنموية اللي احنا بنقترحها عليه. احنا مقدمين النهاردة 10 مشروعات قومية كبرى، حاجة فيها للتعليم، حاجة فيها للبحث العلمي والنانو تكنولوجي، حاجة فيها لتعمير وتنمية سيناء، مشروع ضخم جدا، حاجة فيها أيضا للتعامل مع الشباب خلال القادمة وكيفية تمكين الشباب وفق آليات علمية حقيقية، إزاي الرئيس القادم يجتمع مع الشباب مرة كل شهر فيجد لديهم جديد لبناء مصر ويضع إيده في إيدين شباب مصر في المرحلة المهمة اللي مصر فيها بتخرج من عنق زجاجة استمر سنوات طويلة. فالنهاردة الحقيقة الشباب هيقول كلمته أمام العالم، وهيعرف العالم فعلا أنه شباب مصر هو لغة مصر القادمة وهو كلمة السر خلال هذه المرحلة المهمة. دي أول تجربة في مصر للشباب، بنوعي فيها الشباب، واحنا اللي نزلنا واخدنا مشاكل الشباب موجودة في مصر، كل واحد فينا اخد مشكلة وعملنا فيها بحث، قابلنا فيها مصادر ومسؤولين ووصلنا لحلول في المشاكل دي، وان شاء الله هننفذ الحلول دي. وبعد نعمل دعوة لكل الشباب مصر انها تعمل زينا، احنا كده دعوة للناس كلها ان كل شاب يجتهد وينزل، وخصوصا كمان في الانتخابات ان يدلب صوته وان يكون له دور ايجابي في البلد. حتى لو مش لازم حد يقول لك لا تعالى خد منصب، لا انت اللي خد منصب بايديك، انت حاول تدخل تعمل تجربه زي احنا عملناها دي، انزل وقابل الناس ووصل لحلول معانا وننفذ حلول على ارض الواقع. محدش هيدينا مكان، لازم احنا اللي نسعى للمكان ده، محدش هيدينا مكان في الدوله. قمت بمناقشه مشكله الفقر انا وفريقي طبعا، وعملنا استبيان وعرضنا المشكله دي طبعا على الشباب، عشان الشباب لهم دور كبير جدا في المشاركه لايجاد حلول للمشكله دي. لازم احنا دورنا اننا بنعرض دو يعني بنلقي الضوء على الشباب وبنعرض افكارهم ازاي بيشاركوا معانا في ايجاد حلول للمشكله دي طبعا. وطبعا قعدنا مع خبراء كتير جدا انا وفريقي في بحثنا في مشكله الفقر، وان شاء الله هنعرض الحلول دي في المؤتمر بتاعنا الجاي ان شاء الله بعد اسبوعين مع وزير الشباب. والله أنا دوري النهاردة بتكلم من ضمن المشاكل الشباب، أنا واحدة من مجموعة شباب بتتكلم على مشاكل الشباب كلها. أنا ماسكة كان الهجرة غير الشرعية، كنت عملت استبيان فيها ونزلت للشعب المصري ونزلت للشباب تكلمت عليها وشفت هم إيه المشاكل اللي بيوصلوهم إنهم يعملوا حاجة زي كده. طبعا عملت لقاءات جامدة كتيرة مع ناس مهمة كتير، فالحمد لله يعني وصلت لحلول ترضي ان شاء الله، ترضي الشباب وترضي كمان المسؤولين. بس اتمنى ان شاء الله انها بجد يعني المسؤولين يكون احنا بنشتغل بفكر الشباب وبننزل الشارع وبنشوف ايه مشاكل الشباب، بناخد المشاكل دي وبنحلها وبنحاول نقرب وجهات النظر بين الشباب في الشوارع والشباب والمسؤولين. فعندنا 15 مشكلة، دول أكبر 15 مشكلة أو أهم 15 مشكلة حقيقيين بيواجهوا الشباب. نزلنا وشفنا حلول المشاكل دي مع الشباب اللي زينا وقدمنا حلول جميلة قوي هتستمعوا ليها النهاردة، وإن شاء الله هتستمعوا ليها كمان بالتفاصيل وحلولها في مؤتمر وزير الشباب إن شاء الله بعد أسبوعين. المؤتمر الوطني للشباب يهدف إلى وضع خطط واستراتيجيات تساهم في مساندة الإدارة المصرية في الفترة المقبلة، وذلك لحل مشاكل المجتمع المصري. التنمية والعمل على حل مشكلات المجتمع هو دور كل مواطن مصري، وخصوصا مؤسسات الدولة الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني.